كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر نور وعن جميل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج عرفة، وعرفة كلها موقف. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في قومه، وتجرد من لباس الدنيا، وكانت مظاهر الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. هذه الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، 9 سنين لم يحج. خطبته كانت دستوراً وضعه للأمة، معلناً شهادة التوحيد، ذاكراً الله سبحانه وتعالى كثيراً، ليدعو إلى عبادة الله وحده. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، كحرمة شهركم هذا، ما من طريق خير إلا دل أمته عليه. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم. اللهم اشهد. اللهم اشهد. المحجة البيضاء، وثيقة الوداع. كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر نور وعن جانبيه من صحابته فيالق وألوف الناس بالأثر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما من طريق خير إلا دل أمته عليه، ولا طريق شر إلا حذرها منه. جاء بدين الإسلام، دين السلام للناس جميعا، تحيتهم في الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى عبادة الله وحده، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولم تكن دعوته إلى إقامة دولة يعادى عليها ويوالى ويسفك من أجلها الدماء وتنتهك الأعراض وتتلف الأموال. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى العمل بحقوق لا إله إلا الله، ويحذر من هدر حقوقها وذمتها. فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. ومعنى لا تخفر لا تنقض. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكثوا مع أقوامهم فترات طويلة يدعون فيها إلى الله عز وجل، زادهم الصبر على الدعوة إلى الله والاستسلام لأمره، فلم يعلنوا الحرب على الدنيا والقتال، بل إنهم صبروا وانتظروا أن يرزقهم الله النصر من عنده، ولم يأمروا أتباعهم بأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. وهكذا تأتي حجة الوداع لتؤكد على هذه المعاني السامية وعلى أصول الدعوة النبوية الكريمة. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في قومه، يرفع صوته عاليا لينبههم ويحذرهم من أمر عظيم، شبهه لهم بالشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الحرام لاستقرار تلك الحرمة في نفوسهم. ولا يقتضي هذا التشبيه المساواة، بل إن حرمة الدماء والحرمة الأموال وحرمة الأعراض أشد جرما وأعظم خطرا في انتهاكها والنيل منها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم
يؤكد وينذر المرة تلو المرة عن خطر هذا الأمر مع حتى غير المسلمين، فعندما يرسل عليه الصلاة والسلام جيشا فإنه يوصيهم ألا يقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا طفلا، فالذي لا يحارب لا يقتل، هذا مع الكفار، فما بالنا بأرواح المسلمين. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر، يمضي ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر. دع إلى العدل والتقوى وأن بها تفاضل الناس لا بالجنس والصور، مبينا أن للإنسان حرمته ممرغا سيئ العادات بالمدر. قد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقام لها، فقالوا له: يا رسول الله، هذا يهودي. فقال: أليست نفسا؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعاد التأكيد على حرمة دماء المؤمنين بغير والنيل منها بغير حق، فقال في الحديث الذي أخرجه الترمذي: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وقال في الحديث الذي رواه ابن ماجه رحمه الله: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مؤمن. ولقد فهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان هذه التوجيهات النبوية وعملوا بها وطبقوها منهجا في حياتهم، فظهرت واضحة جلية في سيرهم المباركة. ولو نظرنا على سبيل المثال للحصر إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما استأذنه أحد أصحابه في الخروج عندما حصلت إحدى الفتن في بغداد، فقال له الإمام أحمد: سبحان الله، الدماء الدماء. قال: إنها فتنة خاصة. قال: فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، لا آمر بذلك، بل اصبر، فإنه أسلم لدينك وخير لك. وكذلك الإمام السرخسي رحمه الله الذي ترك كتابا عظيما في الفقه يستفيد منه العلماء وطلبة العلم أكثر من 10 قرون، فإنه عندما سجن مظلوما 15 سنة لم يكتب حرفا واحدا ولا كلمة واحدة في سطر من كتبه العظيمة يأمر فيها بالخروج على ولاة زمانه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بوصيته لأصحابه الذين كانوا أنذاك كثر في الاستماع إلى تلك الوصية بحرمة الدماء والأنفس والأموال. وعندما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الأموال، فإننا نجد هذه البلاد المباركة تعمل بتلك الوصية وتنشئ الهيئات والمؤسسات التي تحمي وتؤكد على أقضية النزاهة وتكافح الفساد المالي حفظا لأموال المسلمين العام وحفظا لأموالهم الخاصة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السلامة في الفكر والعمل والحسن التصور والتصرف، وأن يرزقنا الاهتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر، نور وعن جانبيه من صحابته فيالقه وألوف الناس
الناس بالأثر ملبياً رافعاً كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر يمضي ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر.